ايوه الاوردر يا استاذه. طيب ماشي يا استاذ. طيب هات يا استاذ، يا استاذ هو انت حضرتك رحت فين؟ يا استاذ هو حضرتك مشيت ولا ايه؟ يا استاذ لا مؤاخذة بس يا استاذ كنت بطلع لك الاوردر. ولا يهمك. ماشي اتفضل. بص اطلع من الفلوس دي، هو الحساب كام بس الاول؟ 300 جنيه. طب ممكن بس اطلع من الفلوس دي 300؟ بقول لك يا استاذه ده نصيحه يعني لوجه الله. اتفضل. بعد كده لما حد يطلع، عم حد يجي لك باوردر طلعي له اي حد من جوه ياخد يستلمه. حاضر حاضر شكرا. انا حسابي كده 300. ماشي ماشي يا استاذ شكرا. يلا عايز حاجه؟ لا شكرا. السلام عليكم. حفظ الله. السلام عليكم استاذ. يا ريس كنت فين النهارده؟ ايه؟ كنت فين؟ كنت فوق. ثواني بس خد، انت بتعمل ايه فوق؟ يا عم انت مالك انت؟ واحد شايف واحد الشنطه دي فيها ايه يعني؟ واحد بتاع اوردرات هيكون بيعمل ايه فوق؟ انا لازم اسالك انت رايح فين وجاي منين. طيب يا عم انت بتاع امن يعني ما لازم انت تسال برضه؟ خلاص جاوبتك خلاص على كده. ما انت حقك يا عم، ما انت راجل بتاع اكل، الله يسهل لك الحال. برضه يا فضل حاجه. ايوه طبعا. السلام عليكم وبركاته. هات لي كرسي. يا عم انت قرفان مني ليه كده يا عم؟ يا هو انت كل كده يوم توقفني فيه ايه؟ يا عم انت شايف الشنطه كده يا عم؟ شايفك دليفري، انت رايح لمين؟ ده انت كل يوم والتاني دليفري داخل. لازم انت تعرف. لازم اعرف. انت مش داخل المره دي غير لما اعرف. هو يا عم الله يسلمك. انا مش انت مش داخل يا عم، مش هدخل. مش عايز عايز تعرف ايه طيب؟ انت داخل لمين؟ داخل للست اللي في الدور الاول الضريره دي ما بتشوفش. ضريره؟ ادي اول كذبة. ما عندناش حد ضرير في العماره. ازاي الكلام ده؟ الناس الست في واحدة عامية في الدور الأول ما بتشوفش، بنودي لها أوردر كل يوم. يا عم الدور الأول دوت اللي هو الأرضي. تمام كده؟ دي الدكتورة دعاء. دكتورة؟ دكتورة دعاء. إيه ما بتشوفش دي؟ بس هي أنا معرفاني اللي هي ما بتشوفش، وكل كل يوم نجيب لها أوردر ما بتشوفش فعلا. لا يا عم ده بتشوف يا عم، ده دكتورة يا عم. ازاي الكلام ده؟ طيب يا أستاذ بعد إذنك بس هنخش. ماشي اتفضل خش. خد كنت تجي لها يا حاج. دكتوره دعاء ديت دكتوره عيون. دكتوره عيون؟ دكتوره عيون وبتشوف ونظرها 60 على 60. متاكد انك عارفها دعاء؟ طبعا عارفها، انا عارف كل سكان العماره يعني. ده انت اللي شكلك ترلالي خالص. خش خش بشكلك 13. انت جاي من حر ولا ايه ظروفك كده؟ ماشي اتفضل الاوردر يا استاذ. حسابك كام؟ حسابي 200 جنيه. 200؟ ايوه 200. طب ممكن بس تاخد الفلوس؟ تمام كده حساب يا استاذ. اخدت حسابك؟ تمام كده. طيب ماشي ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا غبي يا غبي، حساب فلوس. ليه عملت معايا كده؟ والله العظيم انا قصدي كويس. انت اسال عني وهتعرف على نزعتي. انا مش هقول لك ان انا دكتوره وهتبها بنفسي. عملت كده ليه يعني؟ وانا الصراحه انا مش عارفه انت هتفتكر ولا لا. في يوم انت كنت ساند على عربيتي وكنت بتتكلم في التليفون وانا سمعتك وانت بتكلم مامتك. انا حبيت اساعدك بطريقه انت ما انت يعني تقبلها كشغلك يعني. انت اكيد مش هتقبل مساعدة اي حاجة يعني. بس اللي انا عملته غلط اساسا وكان لازم ان اعمله لان انا كنت محتاج لده. ايه يا ام عاملة ايه؟ كله تمام والله. انت اخبارك ايه وابويا عامل ايه؟ خلي بالك من ابويا يا ام. انتوا كويسين؟
انا كويس الحمد لله. واخويا يما انا عارف والله اللي انا مقصر معاك في كل حاجه، بس اللي بيجي بقى على قد على قد اخويا اقسم بالله. بصي هي اخر الشهر باذن الله انا هنجيبه ونجي لكم، هنكون حوشت شويه حلوين ونجيبهم ونحول لكم والله. اول ما يجي معايا فلوس لما احول لكم على طول. خلي بالك من ابويا يما. اخويا كويس الحمد لله وانا كويس. يلا لا اله الا الله. سلام. معلش يا استاذه معلش الشنطه بس كنت حاططها على العربيه. لا ولا يهمك ولا يهمك. اسمك ايه انت؟ محمد. محمد؟ معلش محمد ايه بقى؟ محمد عاطف. محمد عاطف؟ ايوه. ربنا يقويك يا رب. ربنا يخليك يا رب. محتاج اي حاجه طيب؟ لا 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 شكرا. معلش. لا لا مفيش حاجه يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ابراهيم يا اخويا عامل ايه؟ انت كويس؟ ما اكلتش صح؟ طب بص انا كده كده قبل ما ننزل الشغل هنروح نجيب لك اكل ونجيب سوالي. معلش يا ابراهيم. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونطلع من كل اللي احنا فيه ده. امك بتسلم عليك. لا حول ولا قوه الا بالله. الولد مشغول كتير قوي على الرغم ان سنه صغير. وابوك ربنا يخليك لي يا رب. هننزل نجيب لك اكل قبل ما ننزل الشغل كده في سنة ونيجي. يلا سلام. عايز حاجه؟ انت ايه اللي غلط بالنسبه لك؟ سامحيني. طب بص انا اصلا كده ولا كده الموضوع بالنسبه لي ان انا يعني بساعدك اخت كبيره وكده سمعت كلام كتير. وعلى فكره انت معلكش وزر. انا بالنسبه لي انا مسامحه، بس انت اياك تعمل كده مع حد تاني ولا تستغل ان حد ما بيشوفش. محتاج لده ربنا. انا عارفه ان انت محتاج. على فكره انا سمعت كل حاجه، بس يعني بما انك عندك عفه نفس بسبب ان انت مش حد هيجي يحط فلوس في ايدك وبتشتغل وعشان خاطر مامتك واهلك، فاكيد هيبقى عندك عفه نفس ان انت تسرق اي حد. معلش بس. لا مفيش معلش. ربنا يخليك. هو ممكن بس. لا 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 شكرا. لا بص دول لمامتك هديه، انا انت تبعتهم لها عشان هي تبقى هو كويسة. دي هديه مني المره دي وانا هندفع ثمن الحاجه. خلاص انا قبلت الهديه وانت قبل الهديه. لا مش معلش معلش مش هينفع والله. لا هينفع. خلاص بقى معلش بعد اذنك. شكرا يا استاذه. مش عارف نقول لك ايه. اوعى تستغل حد تاني. لا والله. يلا روح فرح مامتك. ماشي يا استاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا.